عليكم احبابي، دايرين بخير؟ اليوم بغيت نحضر شوية الحريره معاكم. دابا غندير الحمص، ها هو هنا مع بنسالي تاع الشبيهة في هاد البرد. دابا ندير البصلة، ندير البصلة هي مطيشة، ها هي كانت في الثلاجة، ها هي مطيشة. ايه انا غادي ندير الملحة، ها هي هذيك التحميرة الحمراء، هذاك سميتو العرق، هذاك سكنجبير، هذا البزار، هذا العرق الصفر، هذي هو هذا. هذا زيت ماشي بزاف، غير شويه قوت الزيت، غادي نمشي ندير تقلى شويه، عاد ندير الماء نطيب الماء هذا تاع الضو. دابا غادي نخليها شويه تقلى، بين ما طاب الماء نكبو عليها، نطلق حتى هاد المطيشه تطلق سخون. دابا غادي نسدو عليها نخليوها طيب، ها تقرب طيب، عاد ندير مطيشة هاد الحك والشعرية. دابا حبايبي غندير الشعرية، ها هي الدقيق، ها هو الماء تاع الدقيق. ندير دابا مطيشة، الحك تاع مطيشة، ها هو طيب، شويه تغلي
باش يطيب داك الدقيق والشعريه، عاد ندير الربيع ها هو، عاد من شغل يديكم. ها انت جات محمضه وزوينه. هذه هي الحريره اللي صوبنا معاكم، تبارك الله ما شاء الله، جات خطيره وزوينه بزاف. مقاديرها بساط وموجودين في كل منزل، يعني بامكانكم انكم ديروها. كنتمنى انه يعجبكم الفيديو ويكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك والاشتراك مع الاحباب والاصدقاء. وتنقدم تحيه خاصه للناس اللي كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن، تبارك الله عليكم. تلقاو ان شاء الله في فيديو الجاي. يلا تهلاو ليا فراسكم.